ما سمحتيش في القط حتى هو بغيتي تجيبي؟ لا اكيد ما سمحتش. سيتي با فاسيل. سيتي با فاسيل بيان سور. غير هذاك لا ديسيزيون باش انك تقول صافي انا جو في كيتي البلاد وتخلي قرايتك وتخلي حوايجك. خلينا نص ديال حوايجنا تقريبا تما. يعني سيتي ديفيسيل في الاول ولكن واحد شويه كيبان لك ان صافي البلاد يعني ترونات يعني خاصك تكيتي دو توت فاسون. صافي خدينا بيوس حتى للحدود ديال رومانيا، تمشينا واحد دا كيلومتر على رجلينا بين ما وصلنا حيتاش كان لومبوتياج طرمبلات بزاف يعني ما يمكنش نبقاو نتسناو توصل الطوموبيل. تمشينا على رجلينا من بعد في الحدود كانوا تسهيلات يعني في الاجراءات، ما سولونا على حتى شي حاجه دغيا، باسبور مغربي كنقول لهم زعما مروكين كيدوزونا. شكرا كاع للجهات المسؤوله والحمد لله. من وصلنا لرومانيا استقبلونا في لومباساد وعطاونا اوتيل عطاونا زعما ماكله حتى وفروا لنا هاد الطياره اللي جينا فيها بتمن رمزي. الله يسلمك شكرا بزاف. اكيد 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 يعني في حالات تما كنتي كتقولي واش غنقدر نرجع ولا ما فقدتيش الامال؟ وهي بصح حنا ملي كنا غنشدوا الكار كنقولوا واش غنوصلوا حنايا للحدود ولا لا. وكيفاش القصه ديال القط اللي ما سمحتيش فيه وعاونو سلطات لانه ما عندوش الباسبور باش تقدر تجي؟ لا صوبت لي باسبور. صوبت لي باسبور في رومانيا. صراحه كنبغي نحيي فيك هذه الانسانيه. شكرا. الانسانيه اللي فيك وانك ما سمحتيش. شكرا. راه حتى هو روح بحالنا تبارك الله عليك. شكرا بزاف. وعلى سلامتك. الله يسلمك. شكرا والديك الله يخليهم لك. تبارك الله عليكم. اشترك الان في قناه اشواق تي في وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تي في جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.